بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلمتي وناكسن مضن يا مروين كسر دوادا وروحي دلك يدني ذا نجسو جاري وستو سيدين كجاي مانا يا تلفزيون ك SBC حرنتي صديحي ام بقالة بوساسو ورك واحد ينسى عطينا يعني قام واحد يوسف بله قط بذا وركنا وحوجوا وين قار كم إذا اسم هذا قبل كسول أو جاري جرو وين تجي حل أنت خلافات كمعارض كي الدولة ده مدحونا سومالا أو كقب جري أسقرن أو هرجيسل أو جسمي مرحون محمد حاش علمي دلالة بولشدا ريت كي بوتلان يدولة ده سيجرو وكوضا شقينا يهرو من أنت بولشدا وسير هوري أحمد عيسى عود أو شاعي إنه يهاي مشرح وتاجن حلك مدحونا بوتلان قضا بدا سي قضا بكلو حيسا بدا يا دوركا كودا ون دونتان كنا نجي سن دونتان بس مركو هوري قدر هذا قبل شذا ها إيش صار نقض وعنا ونعكسن مدن يا لي مروين إما كان وركي أو في تسن قار كم إذا اسم مدا قبل كسول أيا جاري مقالة جرو ويا عاصمة بوتلان سيأيوح الليان خلاف بأن أو مالمها بكتاقنا مقالة قروي كاسي أو نحية حكومة دو هقاميو سعيد عبد الله الدني إيا معارض كسوهر جيدا وريها يقع جامع عيسى محمود أيا وركا صوفاه فاسن قروي نوغ صدري وفتي كسعود قبل كسول أو يسيقو تيرو إسيمو علمو إيا وحقرة دا ياسيو قاري مقالة قروي عاصمة بنتلان وحاينا شيغين إنا يقروو وي مادين حالو إهلي دا حالة دا سياسة دا بنتلان أو بليه اللا صور دا في لغو كلا عرقتي دوانا سفر كا وفتيغا وحا كور بحيي شيخ آدم ولي إيا قراد عبد الله قراد سليبان وحاينا شعب كا وغو باقين إنا إزدتيان حالة دا ها تنتاقن اللغو جيرو حالو إهلي دا حالة دا دو آدو دا قنت هاي وفي عن تهي إن شاء الله تعالى سانو في لين يسيكني سيواناك سنبا أي تهي وحن ربنا شعبك يا غرابه يا اهلك اني دمانك ودا شقيان يا دولد يا عدولي بينك ودا شقيسو نبدا يا الهالنتيدا ان شاء الله تعالى الله ودا دوره او شعبك يا عرورته يا ديغانك لو ودا الهاليو ان شاء الله تعالى انغون ارينتان ونيمي واتا اني دمانتين با وسودا غنتنو سيدي اي نبد ان لنقل لهيد عاصمه مامول غوبليدك بنتلان او رنتي علوشي اصلك اهيد إن شاء الله تعالى لو ذلية هي أين وضع لسنني صومالي أردن ميلا يسقط ما ضاع إن شاء الله تعالى إلهي وحن كبر ينا إلهي نؤمن كرده إلهي سبحانه وتعالى دباتنا كإلهي الله سبحانه وتعالى أردوره إن أنت النول هي أردن بإلهي وحن كبر ينا إني ميلا آمن أدقنا يا هاتو لما أنت إن أنا بدي هذا وذا الرجال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خير بارك الله فيك أركني قبل كسول بعد الله سعانات ربها نون من روحها كم ذا ونحاولها نكشرا هذا نجرو وإن هذا شجنه إلهي وسكان كاني الحمد لله رب العالمين حاردو لنا ونبض تتكعد كصعبة ونبض هيش تشسو وحق حاجة يشرين أو شعر سجنه مي أهل رهن وسكت هاجينا وإنه كل جير وحين لقى سعرية مركور لما بروح نبض قف قصة أو أنسيب هين أما والله وحين لقى سعرية نبض نبدأ قف لين تو كقبان كروح كقفتو تفرح الجماعه اللي سوق إن شاء الله ونرد ما نسا أوش ولا سوق يمي تدك هاي استشيان وحشتين بشرتو كل وياي لا تنا ورسنا ربي ودقي هنا أدب في عينه ونيا رو أنت بس خرائنا بهاردي لنا عنا بطن خلاجة هلا يو كلا تلدة دي وربي هذا نيا رحل وده نقطة وران هل استشيو وايد وايد نمي وعن هاي وياي البدل وكي يمي الدقامة ذاك سوق عتبي إس سي الملك تو ودلوك يا ناهو اللي بكش تو سدا هذا اسمه يعيش شير بيوكله هلا إلى رجال نبي جديد إلهي هلا جبقو ليك هلا شو شيو نقول بقدر كأهل كيسا وأيبل وده شو كان وإسلام كا عشك إلى رجال ليك كيسا هل كان روح حول رأي واحد تلاه هون حريستو وحي راو عمنا إلى هاي عثمان تقدر تحسيو إلى رجال نبي جديد أنت هكوا كاتو وحي لو سيد راو آخر السياق يا تو سياق يا دباتو لما أنت وحنا نسكت بوري إن نبي جليو نبط نبط بنسكت بوري إن هذا جرو حالته وبقول كي بقول أمنكو وحشته هي ما شرتو وغايدي تاك تاكنا انا ميل جبا جبا بي مريان ان شاء الله وينو دمان تونتا اديات بعدو ما حسنتين تاتين صحافته يا عيد كسا مسؤولين مدقرو وكل نول كلجين وان نبض نبض بين سوغلات حسين يسغون يدر كشقين تونا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جامع عيسى محمد SBC جرو
مدحوينها الصومالي لان موسى بيحي عبدي ايا مانتي وحا وكاقيب قلي اسقران او لو سميي مرحون محمد حاشي علمي او لغواصي مقالة ده هرقيسة عاصمت ده الصومالي لان وكوريها يغا هرقيسة ورسم الله عديري او وركاسيس الهرقيسة نوغا صدري مدحوينها الصومالي لان موسى بيحي عبدي حبناك ترسن قليه زي وزيرا ده قدوميها قلها وكيلة ده الصومالي لان اللي باناكا كلا ترسن لبادة قلي اي قورت ده وكيلة ده سراكيش عيدة مدى قرانكا مسؤولينك سعودية دولو ديغانك الصومالي ده مدح داقاميات حالدور يبرشا ده قيبه ده كلا دوان اياكا قيب قلي اسقران وحبالها بقيع وقوي مقالة ده هرقيسة اللوغو سميجي مرحون محمد حاشي علمي وحلال وزير نباك سوقبتي حكومة ده كلا دنبيه اي صومالي لان كان ميدها اساسياشي جبهة دي اسنم مسؤولين تي مدح دي ودان كي هالكاني كهالي اياكا شيكي تاريخ دي الله ونحاريس دي مرحون محمد حاشي علمي وكو جيريو دي دالك سعودي اسلام ماركانا ماان تميد كي سالة كيانا هرقيسان لغونا آسي حوالها وقيعي وقويقا مقالة ده هرقيسا محمد حاشي علمي ماشا قيسان حانتين ماشا قيسان حانتين ما انت كمتقين انا وحان قرانا يا إبراهيم كان يا موسى يا ولو دي بريقا قدها اللي قشري حلقك اللي بلعب عيه waxaan malaynayaa haddii maxaan muuso isku reer hargeysaayeen hadii aanu garanaynin oo nagana yar weyna maxamed xaashi aanu ma garanaynin qof waliba wuxuu yiqiinay uu nin la yiraahdo gadle maxamed xaashi oo dawladda Soomaaliya ay ila xad gaadhay maxamed xaashi in madax la diro oo dawladda Saudiiga looga ashkatoodo yaani markaa hay'ad buu lahaa kambani buu lahaa شان بقوله كون لح بقوله كون تدوب بقوله كون أو ريال أيو قندراسي كو قادين شري وها صورنا هنتيا وإسكان الله العبي هل جن كيبو يمي وسو هل جمي سمعنا له وسو هل جمي قرن كيس وسو شقيين ما أنتوا إنه آسينا وحنا كو حسوسنا إن محمد حاش علمي إنه يهي قف في نسو هل جمي أو دا يرتين إن يدا كوين بنكي هولان سميي وها تدكي ودن كان أسو دينتي حلو البو سو قبتي دسمي دم كا قيب غلي اي واخ ولبا كا قيب غلي ايوها وخا ليهي واخ بدا كسي ريغ مي ددكا بدلي الى اي سمير هي من نهسي حين نغسي هاونا نحريس قد كنا هاون نور سياسي بو اها ان هذا العد بو اها وخي واخ كترسر اني سامحان اينو ودا سامحنو الى اينو غبر ان اينو جنادي فرتوسا كيو inagana ina ka sabidii baan ka siiyo inaga ehelkiisi dawladda Soomaaliland dadka oo dhan marka waxaan leeyahay hal la saamaxo wixii wax ka tirsanayay waa in barada siyaasadda hadalada ka dhaca marka aan saamaxno faatixadana u maray in Ilaahay jannadii fartiisa ka waraabiyo Cabdi Xashaar kan taariikhdu si baa laga sheegay Cabdi Xashi runay lagu naxay runay lagu naxay maxaad aashi rushaag buu ahaa حق شاك بوها حلال مال بوها وداني بوها هل جابوها من علمي غيب بوها من الهي يا رسول كيس كحل بوها من داعي بوها نما وشقي سبوها انت صدى مع هذا الشغل والو حصريه وحين نقول دعيني ان الهي نتشنده كورابيو ان الهي سمري من نغسيو قويس كيسي يا قرابدي سي يا اهل كيسي wixii wanaagsanaa iyo taariikhdii dheeraad ee dalka kulaha dadka u soo qabtayna in Ilaahay miisaanka xasanaadka uu ugu daro wuxu ka mid ahaa asaasiyashii SNM ka mid ahaa oo taa horeba waa loo sheegay oo la wadaag yahay waxa kale oo lagu xasanayaa caasimadda Hargeysa oo aad booday isku raran ayuu meeyar ka noqday wixii noo sameeyay qorshaha maanta magaalada Hargeysa oo uu dibaabay ku sameeyay town plan aad iyo aad muhiim u ah oo jidadka 400 ka iyo magaalada iskuulka ugu kala guray qorshe markaa wuxuu birdhigay aad weyn taasi magaalada Hargeysa nidaamkiisa uu nidaamiyo lagu xasuustaa maxamed xaashi oo ahaa mujaahid geesi ah wuxuu ahaa ragii u qalab qaatay dalkan maanta inuu joogno ee muxuu ahaa quruxda badan ee xurriyadda aynu la soo noqonay ragii u halgamay bilaabay buu ahaa maantana wuxuu hooyday isagoo halgankiisa midhihiisa arkay oo Soomaaliland dawlad tahay madax banaan Injeed Maxamed Xaashi ilmi Allah uu naxariisto wuxuu ku dhashay magaalada Jigjiga Qur'aanka halkaas ka bilaabay kadibna Harar buu tagay la geeyay isagii Cabdulqaadir Xaashiba
آخر تا کی نسومال لام پروتکتریت بالا کنی ما سومال لام سومال لام پروتکتریت هیا لکنی حال کارویی لای دوست که فصل داده گان دبیر کتی بکودم میی ایلا شهادت مصدق دل کمرای که کوکسی هست میی وزیر دی هولی گوید سومالی وکش قیه اینجینر گوید سقوه خد بدر عمر که ایدولو دهست اسکای رارکین بکوچی ری ویلی رکان ویدی مرکا شقید ویسکیت تگی دلک سعودی عربی وادی حال کسی مدت چوگی و مکمل ده شخصیت کی گو ریز دریم و حشاب کدود کسری سری سومالی دندریم بیان و حنکو برتیانو این ویهانی عدالیه نی عدالیه ها و دولت نبوده یا امدا شنتی سعی داره دوغش کنیش ره ایا کوبرت مرکی کابی سعیش ندی ای محل تو دل کلا سوگ جلای اسنامی سومال دان یو انتی که بعد وای سوگ شی انتی کلا بعدی انتی بعدی ایا کوبرتی عدالت دوغش میش ری داد کی باهی گریه دیکتی شد وگو عدالت سمیش ری ee ugu dagaalamay jiray ee inta isla ka qaada guriyahooda ama dulmiya uu la dagaalamay jiray ayaan ku bartay maxamed xaash cilmi ilaahay uu naxariisto sanad firdowsa allah ka waraab wuxuu dalkan u tarada abaalkiisa allah aakhiraha ka siiyo qoyskiisi iyo raaxaash cilmi oo beela iyo ummada iyo qaranka Soomaaliland iyo islaamka allah subhanahu wa ta'ala ka siiyo amiin halkiisii cawl khayr qaba allah ha keeno amiin inuu awyeeyo halkan taagan oo yaro carruur ahay sagal ilaahay ha barakeeyo amiin wixii islaam ila tan allah uu naxariisto amiin kuu ilaahay channel firdaysa qore wixii muslim amiin inaga ilaahay ha nooga daba naxariisto warsame Saciid Cali wararka warbaahinta SBC magaalada Hargeysa dalada bulshada rayidka ah ee Puntland iyo waliba dawladda hoose ee degmada Garoowe ayaa iska kaashanaya horumarinta bulshada wariyahayaga Cabdiwali Cagaaran ayaa warkaasi garowe nooga soo diray kulankan oo isoo agaasimeen dalada ururada bulshada reedka ee Puntland ee Bunsa iyo dalada dhalinyarada Puntland ee Bayan ayaa looga hadlayay wada shaqeynta bulshada reedka iyo dawladda hoose ee degmada Garoowe madashaan oo ay ka soo qaybgaleen masuuliyiin ka tirsan dawladda hoose ee degmada Garoowe iyo masuuliyiin ka socday ururada kala duwan ee bulshada reedka ee Puntland ayaa waxa muhiimada kulankan ka waramay gudoomiyaha dalada bulshada rayidka ee Puntland ee Bunsa Cabdiraxmaan Cabdirsaaq Cabdiraxmaan marka dawladda hoose markay aad bay runtii muhiim u yihiin waxana sidoo kale iyadana muhiim ah kaalinta bulshada rayidka oo ah kaalin dhameystiraysa waxa weeye shaqada ay hayaan dawladda hoose oo wax badan oo waxa jira bulshada rayidku ay kala shaqeyso dawladda hoose bulshada abaabulkeeda oo loo jeeyay dhanka wanaagsan ee waxyaabaha loo yaqaan xataa darasaynta amniga iyo wax fara badan oo runtii la xiriira waxbarashada caafimaadka shuruucda kala duwan iyo xuquuqda dadka muwaadiniinta ah intaas bakaalin muhiim ah ayay bulshada rayid ku leedahay waa codkii bulshada matalayay oo isla markaasna saxayay dawladda hoose u soo gudbinayay dadka cabashadooda u qareemayay dadka tabaalaysan dadka duruufaha gaarka la nool barakacayaasha xaafadaha iyagu u baahan in adeeg la gaarsiiyo ama koronto haday noqoto ama jidad noqoto intaba agaasimaha waaxda qorsheynta ee dawladda hoose ee degmada Garoowe Axmed Jaamac ayaa dhankiisa ka waramay shaqooyinka ay u qabtaan bulshada runtii dawladda hoose markii la yiraahdo waa wax ballaaran shaqooyin aad u fara badan bay qabtaan laakiin annaga muxuu haytay waxyaalaha ugu muhiimsan oo aanu qabanno waxa ka mid ah ugu waaweyn dawladda hoose waa ballaaran tahay laakiin waxyaalaha ugu waaweyn waxa ka mid ah muxuu haytay waxa la yiraahdo magaaladan inaannu sameyno town plan inaannu sameyno muxuu haytay wadooyin inaannu sameyno waxaanu sameyno muxuu haytay waliba waxaan jeclaan lahaa inaannu budgetka iyo waxa nooga baxa si guud annaga inaan wax qarsano maanta ma rabno degmada Garoowe budgetkeedu waxa weeye waa milyan iyo maxay tahay 500 gudoomiyaha dalada dhalinyarada Puntland ee Bayan Liban Maxamed Xuseen ayaa dhankiisa sheegay inay wada shaqeyn dowla leeyihiin dawladda hoose ee degmada Garoowe inaan inaguna qayb ka noqono oo waliba waxa ugu muhiimsan xilliyada la dejinayo ajendayaasha ama district development framework ama qorshaha sanad howleedka marka la qabanayo
وأنا أقول لك أن المسلمين يقولون 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 أن المسلمين إذن كان وحان رميسنا إن المجال ذاك قبضان شق بدن، أورجانيزيشن هذا قارك توس بحول الشقيان دولة دهوسة، كوا حشر عن سيد تاير نوس ومرين، لكن ديجا إن كشقة قبضه، وأنا أقول نهاي يجوا سأنا أقول إن الله صعنه، مركب واحد مهم أه، وأي أذ أي تاير إن لوض الشقيه، دولة ده بونسا يدلد بيان ويدلد دلني ردي مقرن ساحه قامسه إن أي نسيدة يتاهي نور الشقيان عبد العقر نور بهن تي اس بي سي قروي وزير هوري أهانا وزير كأرمها الدبادة الصومالية أحمد عيسى عود أيا وحا وكل واقي إن أيهاي مشرح أتاقن مدحوينها بوتلان وريها يقع عبد القاني بوص أيا إيش قدب كاسيكوها يي وربحين تنانو قد ديارييي دكتور أحمد عيسى عود وهروس ونقضي وزير كارمها الدبادة يسفير كصومالية مرايكنكا أي أدلك مرايكنكا كقدوا قيئين ويهاي مشرحو تاغن حلك مدحوينها بنتلان دور الشده اللي بكونا فريا لباتن قيب كمدا أساسياشي بنتلان جالية دا صومالية دا قبل كمنسوتا يحبنا لغسو دورتي مقالة دا منيابلس أي أكاقي بلاي مناسبة دا شاعنتا مشرح نمدا أحمد عيسى عود انت بدان حمني كهالي مناسبة دا أي كل إرادي وحقبتك أمباسطور أحمد عيسى عود مددي كشقين يدبلوماسية دا الصومالية إيقونا كتل ما مينو يهي أقونيها نوقل مبوسكاسي محايا لو حكوتا غيري وحقبتك سنح كالي وإلا عركت السفارة دا الصومالية صومة مركو أساق إيمالي سيدي أقرح بناتي إيا سيدو إسبدل أموجي على كينينا كببنا يدي سي وإلا عركت صومة تاكل يما أرجع سومالي أنت جاي وزارة دارمها دي بدها أنت جاي دي بودس في عن بوكموجي قانون بوكموجي كردم بين بوكموجي ورقلها أول وحلم هاي سنجري نمبر اللي جريه بالقرية سو يا لا فايل كي هلاك سوق هذا هاي كلاودي دارو كلي لكن تسمك تاجرين عاو سفارت كستانة قانون كذا يكلا دمبين كذا دولة تاجر أونا لا يقانو إلا وايت هاوس كا إلا يا دومينا هملا كستا سوماليا سمعت ده دواني كسوع اليوم إن الله تمت البرنامج سياسات أو تفترة أو قرن أو وطن كأكود كيسد ما بقول سبحانه وتعالى كوديبو بارمان كأدهور كيسد شعب كأكدا دعسيسد مركي حلك أكدر تدنا لغو حسابي ولغو قيمي صدح وحان كبولتا لنا أيام هل مشروع إنا ودن كي جيسد بسنس كي سكرو قادة لن يرتع مقول كي بسديتا شقع أبو أسمية بسنسا سوحي نقوم كران هل شركة إنا ودن كي جيسد وكورونتا دعا وحان نصعنا صومالي وحي لنقاق الله هي وكورونتا إيا وضو وان اندقن أسوء عبكي سكرو قادة يولي معرك سؤال كستولو ويدية واعب راسي توسو وعب أخلاق أو قفنا وحول من أي أجوابة سومالي ما أنت هذا لدينا وكل كلليهم ضد كنا وكل كلليهم يوتيوب ردينا هذا مش عرض مرحكة أنا وكل ما نقوم فدينه مركة قفص ده سو كلا أي ما أنت أباه أنت هبنت لين أحمد حمر ونرجون وزير كريمات مدوها ما أنت وكسو تري ووائل دبيرني رنتي نوشي هذا محوها فنان كينا نمعان أحمد هو يسوع هو يقدر إني رضا يدك صاحب بدل أحمد قبيل مقول هيم دك طول على إيساحب سكين لها جرعة إسكون ويك عند أنا إسكون إيمان مجرن وأن أنجوك نفقي ما هالسواي وحمرك يدي الشيء جاية هذه أطرابتان إلى أطرابتان قفل تراك ريكورد هو أذى قبض الصماليات هو أذى عدالتي
here he is. أنا مرقاتينك وأنا سينا أتكنا وأنا كنت أجرنا هيلي هو. إن سيدا أكتهم بأن أحمد شقوين فربنا بساقبتي شقوين كساقبتي أو إذل وحاب وذا كونكشن كإليه نحيت هاي every shaqo oo soo qabtay waa shaqo Soomaaliya horumarinaysay talaabo walba oo uu qaaday waa talaabo Soomaaliya horumarinaysay taa marka waxay ku sheegaysaa in xilka uu hadda u ordayna uu noqon doono insha Allah mid Puntland hore u marin doona haddii ogtiin reer Puntland waxay noqotay gobol Soomaaliya dhan ay fiirsa jirtay maanta nabadgelyo haysataan barwaaqo ku jirtaan barwaaqadiina عيدي عرّا هسا كشو مننا دورة ليدر إن هاجية دورة ليدر إسكوكين كين يا دورة ليدر government federal government تيجا federal كا relationship أسلوب لسوب بينا يا and I believe ambassador أحمد عود is the leader دكتور أحمد عيسى عود أو قدامين كهاد لي مناسبة دا أيام مدى الشك سوجيدي خطبة نعيب بدن تعبان هسا تاس أو كفا فهي سبب تويسو شرح حلك مدحوينها بنتلان ولقي مصر دعين بنتلان أترتم ما أترتم وينان قريه كاريستو أينو إليسان رغاني ماذا كتشرين إن هذا قريه لسان إن هذا قبير لدقالين وعقول أيهين مسكين واي دقم واي محاد عي حتى لك قبير كيس كبدعيه العدم سميستو قرية مسميستو عدو بنتلان دي ماذا ماشا سوحا كبه حكرانين او لدقال ايو غيهب المارتي او قبيلوين كوالي فيري دقال كقبيلوين كوباديه وكشاق ايادو وحنفع ايو ما قال اذا مد يعني قال اذا وحي ربي حي ربي حي وحلي هذا civilized societies and non-civilized civilized societies وحا وايدتك أي كشقة يسوع دل كود السيستمز رول أوف لو إنستيوشنز كواسا البحر كواسا لو يقعنا في عنان كواسا جيسين ما لو يقعنا وإن سأدت كنا وقعد يكتم وإن يسود القاطم يسمرتا that's called teamwork محي يلي جولك معها أديك إيو قبك هذا إيو قبيلك هذا حناقة هذا إيو ولكن نقع قات كبروجكت كسي سي أما حاجة هذا يجي سي معها محلي هذا وحواي ضد كاس سيدنتو ذو وادينا ضد كدنتو ذا هذا مرك هذا جدا عن كيف كرينا institutions يصدر قادش يتيم ويرك عن كيف كرينا وحاس مرك أكاديميك علم هان وأوبرن شقاء هان ويرجن برا وقصة شقين سادرات وحان قطر تمينا بنتلان إن عن بنتلان دينا أي نقطة ميل ضد كذو أي معمول هناك هلان، سي مستقبل كان ولا شو ده هجعت، ما حد معمول هناك دولة محب جرتها، ريزان ده خف ستيت وحلي دولة محب جرتها، دولة محب جرتها ضد ك دولة ده إسكاله، ده كان كلهم، إنه هرو مرجعنا. عبد الله نبوس إس بي سي. شروينيه كوالد جودية ده شرع هذا بنك نحى الصومالي لان، إيو بنك جار كلولي هي أيها هرجيسان لجوسو جب جبيجي. waakan marka la wariyay ayaga Hargeysa warsame la dheere oo warkaasi Hargeysa nooga soo diray waxa magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland maanta lagu soo gabagabeeyay shirweynihi koowaad ee gudiyada shariicada banka dhexe Soomaaliland iyo bananka gaarka loo leeyahay oo maalmadii shalayd ka furmay magaalada Hargeysa hadaba waxa halkaasii laga akhriyay warmurtiyeedkii iyo qodobadii ka soo baxay shirkani ilaahay macdi waxay noo soo gabagabeeyay shirweynaha koowaad ee gudiyada shariicada banka dhexe iyo bananka gaarka loo leeyahay ومثيرتك كسب حنا روحي هاي شروينها وها كسب حسوق من قبل بنك ده هاي جمهورية الصومالية وها كسب قريب قريب بمال هاي ده ماريا ده جمهورية الصومالية وها كسب هاي شروينها قرب بدن هواسك حسن كو إلا حوجي ورشقين تجدية شرع هذا بنك ده هاي يا بنك الجارك اللي روحي هاي جمهورية الصومالية سكر لغو قادة سويدار سيغا قوناد إيا وايا رب لماذا إيقودية شرعة بحثوذة لابا إلا غور الشقية يهر قلين تأحكام تشرعة إسلامك إلا حريدة بمعنى ديجيو الماريا ديد إيها يدها ماريا ديد بحيان صدح إلا بلاريو
لنا فضولية أدجيب المال قرينيد أي بحيان هيدها مالية ديد أفر إن كل وقع ذكر السولي دي وعي قبل شيء يكو آدم أدجيب المالية ديد أي بحيان هيدها مالية ديد شان إن لم يديو تدالة مالية ديد يلغو حرم مرين يكابيا شرقالها إنت أسكدي بقدومي هبان كده سومال لان إنجنر علي عبد الله الداهر أيك وربحية قضاء بضع شركة كسبحي يمهمة الشركة الأولى هبان كده حي بانك كسومال لان الشركة المهمة جاربو إن الله كقرنهان يجارهان هيدها مالية دي وحيسكوي مد علمادي شراع بورسكي إيو قدية دي رقابة بنقية إيو مسؤوليين دولة دا وسيرو إيو قدوميال هيدها مالية ديد إيو وليبا خبارو كتخصوصي علوم تا رقالة وحل فلقين يي سيدي مادام بنقية دين إيو هيدها مالية ديد كشغيان شريعة الإسلام كا إن خبرتها إيو أقوانت اللي سوي دارسدو عقبتها تشيرا إن لغو إيغو شريعة سيدي لو حلل لها أنا لسكيغا كاشدو خنتي دودا آدي آدو قيمة بدن بها لكن لغا سو تشيدي وحا لغا سو تشيدي أركتيو خنتي سيدي لغو هرو مارين لها لقاله إنا سيدي بنجيده إنه أي دور وين وقع هذا لاية لنا عهر مرينت قرنك بنجيده مهمة دي أقول ليه قرنك مهمة دي وجود شيران برشدة أديجده إيه مكبحيان إنت هبا والله قهضة أحكلو قال لي سلطة جي ومهمها وحوي سيدي لغسي حوتشين لها حكم دها ودا أركس إنه المتيات كأنبا قامد يشرك كسب حي أو باهنين لو بدلو عمليا amba arin praktisa banka dhexey bangiyaduna iska kaashadaan wa markii uu ururaysay runtii oo ay sharaac boorisku kulmaan arimo noocan oo kaan ka hadla marka taa in la xojiyo waa arimaha la isla qaatay waxa la isla qaatay adeegyada imka bangiyadu bixiyaan in la sii xojiyo la balaariyo si marka bulshadu u hesho access ay u hesho bangiyada ah maalgelintii ay iyo fursadaha bangiyadu bixiyaan looga wada qayb qaato marka labada dhinacba way ka imanaysaa caqabad iyo tahdiyada jira dhinaca bulshada caqabado way jiraan ka haysta in maalgashi helaan dhinaca bangiyadana laftigooda way jirtaa mushkilada haysta oo ka haysta in maalgelinta ay sameeyeen soo noqoto xagga shuruucda number 1 ka tahay marka labada dhinacba waa la isla qaatay in la fududeeyo si wada jira baanka dhana oo runtii hormood u noqdo arimaha haddii ay xagga shuruucda iyo haddii ay xagga wacyigelinta bulshada iyo haddii ay xagga علم بارياش إن علم بارش الله سمعيو إن ينكف أيدي سنو تجارب كأي سمعيين بنجيد إسلامي كعالم كورنتي إمك الدور آدي آد مهمة أم بحر مر آدوين إمك كتلة أبصدي إن ينكف أيدي سنو ما دام القيب كان هاي وحنا رانك رارنتي شركة نوح هرساد ونقنايا أم بجوجل حار ونقنايا إن شمال لنا نقطة هبكة أفريقيا بنوك إسلامية. مركا إن التجارب صحة أو إسلام كقوقتهما أو مالكش له أو في أيدله إن تصنع عالم كي برشدة بقى وحيوان نتى لسلقاتي وهم بنحوشين لها ونحل كان كعدينا يا وسيد السوشي دي يتروي كنا كمدعى إنه شركة النقطة إن شاء الله ميت صن الله وأنو صنعة كانوا كوكبنا نهين دلالة الله وضعنا إنت الله قصي بدين دانو بانك ده حنا نتى وذا شقيت هاي ده مالي جديد iyo kor u qaadida aqoontooda iyo cilmi baarisada ay ku sameeynaanba inuu door muhiim ah ka qaato ayaan halkan ka soo jeedinayaa aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa dhammaan culimadii iyo dadkii khubarada ahaa iyo mas'uuliyiinta qaranka ee naga soo qayb galay talooyinka wax ku oolka ah ee ka dhiibtay Warsame Saciid Cali wararka warbaahinta SBC magaalada Hargeysa war wixii dalka iyo daafaha caalamka naga soo gaaray oo si toos ah idin kaga iimaanayay telefishinka SBC xaruntii sadexe ee magaalada Boosaaso mudanayaal iyo Marwooyin waa naga intaas